نما التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية بمعدل تجاوز 92% ليصل إلى 23 مليار و700 مليون درهم وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي خلال نفس الفترة 188 مليار درهم توزعت بين 77 مليار و400 مليون درهم للواردات و37 مليار و800 مليون درهم للصادرات، فيما كان نصيب إعادة التصدير 72 مليار و800 مليون درهم. هذا وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بين البلدين 17 مليار و900 مليون درهم.